احسن الله اليكم هل يجوز للمسافر يقول ان يؤخر صلاه المغرب مع العشاء ويصليها اذا وصل الى البلد اذا وصل الى البلد قد انتهى السفر ولكن اذا كان دخل عليه وقت المغرب وهو قريب من البلد فان الذي ينبغي له ان يبادر بصلاه المغرب فاذا وصل الى البلد صلى العشاء مع الجماعه وإذا أنه أخر المغرب جمعها مع العشاء إذا وصل فلا حرج في ذلك نعم تكون المغرب في صلاة السفر والعشاء صلاة حضر نعم